السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأخ عمار طراد، بلدية الدوسن، ولاية بسكرة، مواليد 1980. عندي مدة وأنا أتابع في الوضع السياسي ليخص الجزائر. أتابع في رجال الساسة، رجال النظام أو الموالين للنظام أو المعارضة في الداخل أو المعارضة في الخارج، مدونين، إعلاميين، الكل، كل من يتكلم على السياسة في الجزائر أنا متابع له، وأقوم بالغربلة مثلي مثل جميع الشعب الجزائري اللي فاق، وما عادش حتى واحد إن شاء الله يحشيها له هكذاك بالقالو برك. وعليه خاوتي تبعت وشفت، وأنا لا أزكي أحدا، أنا لا أزكي أحدا على الله، وإنما هذه نظرتي الشخصية، قناعتي اللي توصلت لها بعد مدة طويلة وأنا نتابع في هذا وش قال وهذا وش قال والآخر شو يقول وهذا شو يقول. وجدت الأخ نور الدين خبابة، انا ما نعرفوش وما كنتش نعرفه، وانما من متابعتي للشأن السياسي وجدت الاخ نور الدين خبابة، الفكر نتاعو والطرح نتاعو لقيتو يتوافق مع وش نحب انا نشوف، يتوافق انسان. احنا كاينين الناس يكرهوا النظام، يعني النظام هذا لو يديرنا الجزائر جنة رايحين يقعدوا يسبوا لنا فيه. لا، أنا هذه مانيش معها الفكرة، أنا مع فكرة من أحسن نقول له أحسنت ومن أساء نقول له أسأت. هذا الفكر لقيته، الوحيد اللي لقيته عنده هو الأخ نور الدين خبابة، الفكر تاعو، الطرح نتاعو. وكان حتى لما يجي يطرح مشكل والله يطرح بعض الفضائح مثلا لبعض الناس، انه كان يحط الجزائر هي الاولى. اذا كان بالفضيحة هذه، يعني ما نقولوش احنا بالاولى فضيحة، وانما باش راح يفضح مسؤول من المسؤولين، في الفضح نتاع المسؤول كاين مضرة للام الجزائر، ما يطرحهاش وما يسوقهاش إعلاميا. هذه أحسن حاجة يعني عجبتني فيه، والطرح نتاعو والمشروع، مشروع اللي جاهد من أجله من اليوم اللي خرج من الجزائر لحد اليوم ما فشلش. يعني غيره كان يفشل بكل صراحة، لكن هو ما فشلش، ولحد اليوم ماهوش يقول راني راح ننجحوا 100%، وانما قال لازمنا نقعد رافدين هذا المشعل تاع المصالحه الوطنيه، ولو نسلموه للاجيال القادمه اللي جايه مرورنا. رجل بمعنى الكلمه، انا ما نعرفوش، ما تربطنيش بيه حتى معرفه، تبعته وشفته وانا راني معاه قلبا وقالبا. انا ماني الا مواطن بسيط جدا، مارست في الحياة متاعي بعض الأعمال، وكنت نقابي في يوم من الأيام، وكنت نقابي على أكبر فئة مظلومة في قطاع الوظيفة العمومية. هو شعب جزائري على كل حال كامل مظلوم، وإنما في قطاع الوظيفة العمومية أكبر فئة متضررة، واحد الفئة يقولوا لها فئة الأسلاك المشتركة، ممكن بعض الإخوة يعرفوها. كنت واحد من المؤسسين نتاع النقابة هذه، ومارست شوية نقابة، مارست سياسة، مارست حاجة خفيفة، جمعيات، يعني عندي فكرة على الرجال وعلى أشباه الرجال. كاين شي ناس لا تهمهم لا الجزائر ولا غير الجزائر، الشيء الوحيد الذي يهمهم كيف يصبحون مسؤولين في الجزائر. والله العظيم يا خاوتي تشوفوا إنسان معارض
وتبان لك باللي راهو رجل وممكن من المنقذين، ولكن للأسف يذكروني بهذوك الناس اللي دخلوا للعراق فوق الدبابات الأمريكية. كاين بعض المعارضين راهم في الخارج في يحوسوا يدخلوا الجزائر بالطريقة هذه، بصح هذاك بعدهم، هذاك بعدهم. الجزائر عمرها ما كانت مثل أي دولة واحدة أخرى، الجزائر تبقى الجزائر، الجزائر اللي ظلت الاستعمار الفرنسي بأبنائها تبقى الجزائر بأبنائها. اليوم أخاوتي الجزائريين، ما لازمش كل واحد فينا يقول وأنا وش راح ندير، وأنا وش راح ندير، أنا وش راح ندير، ما نقدر ندير والو، أنا وحدي، راهم سرقوها، راهم كلاوها، ما كانش منها، ما كانش منها. الاستعمار الفرنسي كان مستحوذ على الجزائر شبر شبر، ولكن لما قرت الرجال باش تحررها حرتها. واليوم احنا الحمد لله يا جماعة رانا في دولة مستقلة، ماناش تحت الاستعمار، يعني بيدنا تغيير، تغيير سلمي، والوقوف مع الرجال، ونوقفوا أكل وقفة رجل واحد. احنا مش بالضرورة انه مثلا نجحوا نور الدين خبابة، لا، احنا لازم ننجحوا مشروع نور الدين خبابة، المشروع نتاع نور الدين خبابة، لأنه مشروع كل الجزائريين، المصالحة الوطنية. اليوم الأسرة راهي تفكت، القرية راهي تفكت، الأسرة التربوية تفكت، أسرة المجاهدين وتفكت، الأسرة الثورية وراهي تفكت، مجاهد عاد ينتقد مجاهد، مجاهد، وهذو أصحاب المصالح الخاصة هم المستفيدين. احنا ما نسبوا لا نظام، نسبوا حتى فئة، نديروا أكل يدينا في بعضنا ونمشوا بمشروع المصالحة، ويكون رئيس الجزائر من يكون، يكون رئيس الجزائر من يكون، المهم أن يكون رئيس الجزائر منتخب عليه الجزائريين، منتخبين الجزائريين، ونبنوا مؤسسات الدولة، ونطلعوا اقتصاد بلادنا، وتروح الجزائر للقدام. الجزائر والله يا خاوتي راهي في خطر، والله يا إخوتي الجزائر راهي في خطر. كاين الخارج راهو يشوف فيها، وكاين البعض من أبنائها للأسف، وهم قلة أكيد، البعض من أبنائها راهم هما يحوسوا الجزائر تري، مالا احنا ما نمدوش الفرصة. شعب جزائري، شعب بطل، شعب أصيل، شوية وقبايل وعرب وأمازيغ وتوارق، كلنا نديرو يدنا في يد بعضنا، لأن جزائريين. أنا عربي وأنت قبايلي، وخويا شاوي، وبن عمنا أما بن عمنا مزابي، ولكن كامل تجمعنا الجزائر، عندنا أم واحدة، أم واحدة، أرواح نديرو كامل يدينا في بعضنا، وكل من تمتد يده على الجزائر نقطعها كامل مع بعضنا، كامل مع بعضنا، ونمشوا بالجزائر، نمشوا بالجزائر، نمشوا بالجزائر للأمام. أنا لا أزكي أحدا، أنا مانيش نقول ننتخبوا نور الدين خبابة رئيس، وإنما أرواح نلتف حول مشروع نور الدين خبابة، أرواح نلتف كامل حول مشروع نور الدين خبابة. خاوتي لازمنا نديروا اليد في اليد، ولازم نوضوا بالجزائر، الجزائر احنا ولادها، إلا ما نوضناش بها احنا ما كانش اللي رايحين نوضوا بها، ما همش رايحين يجوا ناس واحد اخرين هما اللي رايحين ينوضوا بالجزائر، نوضبوا ولادها كما يقولوا ناس بكري، كل بلاد عيبها على رجالها، وحنا بربي ان شاء الله ولاد الجزائر رانا رجالة، ونقوموا بكامل كل واحد فينا بمجهوده، كل واحد فينا، والحمد لله الجزائر فيها الطبقة المثقفة، كامل نديروا اليد في اليد ونكملوا بعضنا ايد بايد، ونوصلوا باذن الله ايد بايد خاوتي، ونوصلوا باذن الله. المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر، وتحيا الجزائر.